موجز الأخبار على الحياة فام. أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. نفذت المصالح المتدخلة في مسألة التزود بالماء في ولاية سيدي بوزيد خطة عمل عاجلة للحد من أزمة تكرر انقطاع الماء في الجهة، وذلك وفقا لما ذكره والي سيدي بوزيد لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. ويأتي هذا الإجراء بهدف تأمين وصول الماء للمواطن تزامنا مع الارتفاع الحاد لدرجة الحرارة وعقب العطلة الطارئة على محطة تحويل الكهرباء في السودة، والذي خلف اضطرابات متعددة في توزيع الماء الصالح للشرب. تطلق جمعية رواد الخير بمجري من ولاية بن عروس بداية من اليوم الأحد حملة تحت شعار علمني لجمع 1074 محفظة مجهزة بكافة اللوازم المدرسية لفائدة تلاميذ المدارس الريفية وكذلك مدارس تونس الكبرى. هذا وأوضح رئيس جمعية رواد الخير في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء، أوضح أن هذه الحملة في نسختها 12 تهدف إلى التكفل بتوفير مستلزمات الدراسة لفائدة أقصى عدد ممكن من التلاميذ المعوزين الموزعين على كافة تراب الجمهورية. دوليا أكد العراق والكويت التزامهما بإنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية، وذلك حسب ما أعلنه وزير خارجية البلدين خلال زيارة للوزير الكويتي إلى بغداد هذا اليوم. قال رئيس وزراء الاحتلال اليوم الأحد إنه لا يتأثر بتهديدات الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وأضاف قائلا ينبغي ألا يختبرنا. والسبت الماضي قال نصر الله إن المقاومة في لبنان لن تتهاون وستكون جاهزة للردع والمواجهة والتحرير أمام أي حماقة صهيونية. في خبر آخر، أعلنت مجالس المقاومة الشعبية في محافظة اليمن المناهضة لجماعة الحوثية أعلنت عن تدشين مجلس قيادة أعلى لها برئاسة حمود المخلافي. الإعلان جاء خلال مؤتمر عقد لمدة يومين في محافظة مأرب، وهدف إلى توحيد جهود مجالس المقاومة الشعبية في المحافظات. نهاية الموجز، قدمته لكم أحلام العامري في أمان الله.